الصلاة وخاصة قيام الليل، إذا نام الناس فلا تنام. لو بابك يضرب عند آخر الليل الضيف انت تحبه، رحبت ثالي الليل، مرحبا والله بأبو فلان، صيف جايك ثالي الليل، الله يحييك كل وقت، فرحان ضيفك. ربك جل في علاه ينزل نزولا يليق بجلاله، فإذا نزل وعرض الجنة والمغفرة والعافية للسائلين فإياك أن تكون نائما. والله أن وجهك يطيب وقلبك يسلم لأنك خلوت بالله، ومن خلا بالله أفاض الله على قلبه وعلى وجهه نور.